أعتقد إن أهم صفقة ستوقع غدا هي الاتفاق النهائي بين مجموعة طلعت مصطفى ومن معها من شركاء أجانب والحكومة لشراء حصة بالشركة المالكة لعدد من الفنادق التاريخية. المفروض طبقا للمعلومات اللي عندنا أنه مجموعة طلعت مصطفى هتشتري حصة، هترتفع. الأول كان معلن أنها تشتري 37%، ولكن معلوماتنا دلوقتي بتقول أن احنا بنتكلم على ربما حصة أكبر تصل ل 51% من شركة إيجو تاك المالكة لعدد من الفنادق التاريخية. إيه هي الفنادق؟ ماريوت الزمالك، مينا هاوس الهرم، شتايجن برجر التحرير، سيسل اسكندرية، وينتر بالاس الأقصر، كاتاراكت أسوان، وميفن بيك أسوان. ودي سبع فنادق مهمة، سبع فنادق تاريخية. أنا أظن أنه دخول يعني مستثمر بحجم وقيمة مجموعة طلعت مصطفى اللي هم مطور مش مصري بس ولكن مطور إقليمي، يملكوا الفور سيزنز في شرم الشيخ وبيطوروا الأقصر والقاهرة أيضا، ده هينقل هذه الفنادق نقلة مهمة جدا، خاصة ان كمان في ضخ دولار، قيمة الاتفاق قد ترتفع الى مليار دولار بدلا من 700 مليون دولار، وانه هذه العوائد الدولارية التي يجري الاتفاق عليها هتكون تحويلات خارجية وليست من السوق المحلي، ودي برضو من معلوماتنا. فدي اعتقد موضوع مهم، وزي ما قلت لكم انها يعني دايما احنا بنبص طيب هو ليه مستثمر محلي، هي مستثمر اقليمي، واحدة من اهم المطورين العقاريين لهم شغل في مصر ولهم شغل في السعودية وفي عدد اخر من دول العربية، وعندهم الفور سيزنز، فنتوقع نقلة في هذه الفنادق. والمهم ضخ الدولار وضخ عملة أجنبية وإنقاذ هذه الفنادق اللي تكاد تنهار. أنا كنت قريب في أحد هذه الفنادق وشفتها صعبت عليا. الفنادق دي محتاجة ضخ، فمحدش يقول لك بقى وانتوا هتبيعوا الفنادق التاريخية، لا احنا هنطور الفنادق التاريخية، احنا نحسن من وضع الفنادق التاريخية اللي بتتآكل تحت قلة الصيانة، تحت قلة الاهتمام، تحت قلة الاستثمار. معي على الهاتف الأستاذ محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية. أستاذ ماهر، رأيك إيه في الضخ أولا ما سيعلنه رئيس الوزراء، تتوقع إيه بكرة؟ والله بصي، هي طبعا لابد ان يستمر الحديث عن برنامج القسطسه، ولكن الاهم من الحديث هو التنفيذ. فانا طبعا سعيد على فكره، انا ما عنديش اي مشكله في قصه ان هو برنامج خصخصه، عشان بس ايه نبقى واضحين يعني خالص. يعني فكره بقى وانتوا هتبيعوا، على فكره احنا هنبيع، وده جزء مهم والعالم كله بيعمل كده. اتفضل. يعني كل العالم عمل الخطوه دي مش احنا بس، واعتقد ان خطوه زي دخول مجموعه طلعت مصطفى في شركه ايجوس ب 51% كحصه حاكمه، واعتقد ده قرار حكيم للطرفين، يعني بالنسبه لمجموعه طلعت مصطفى يعني عشان يبقى مستثمر ويحط المبالغ الضخمه دي حوالي مليار دولار زي ما حضرتك اتفضلتي، وزي ما حضرتك اتفضلتي ايضا يعني الموضوع مش هيقف عند المليار دولار، هيكون هناك مزيد من ضخ الاستثمارات، لان حاله الفنادق يعني محتاجه تطوير، ومصر بتشهد طفره سياحيه. انا لسه واصل بمطار القاهره، الحقيقه يعني منظر يفرح ويزعل، يعني المطار على اخره عشرات الالاف يمكن اقول موجودين في المطار من السياح، ولكن طبعا ايه بيعانوا برضه من الدخول والبطء والصفوف والكلام ده كله. فطبعا تطوير الفنادق ده شيء هام جدا جدا جدا، والفنادق دي احنا بنتكلم على كنوز مصريه، يعني لان كل اغلبها كانت قصور ملكيه او مرتبطه ب، ومش هتمشي عشان بس الناس اللي تقول لك ايه تطوير انتوا هتطوروا فنادق وتبيعوها، مش هتمشي، مفيش حد هياخد الاوتيل ويمشي. يعني يا فندم مفيش حد بحاجه بيتم بيعها او خطفتها حد بيفكها وياخدها في جيبه وهو ماشي، ودي مثلا ما حدش يقول مثلا دي حد هيبيع اراضي او حد هيبيع حاجه، لا ده دي بالعكس دي مش هيبيع الصالونات، هيصرف يعني عليها هيصرف عليها اكتر علشان تبقى افضل، وهي دي يعني حرام يكون تسعيرنا فيها ليله سياحيه
ما زال بنتكلم يعني في بعض الفنادق ب 30 دولار و50 دولار. الفنادق دي اللي هي التاريخيه دي المفروض تبقى سعر 300 دولار و400 دولار و500 دولار زي ما بنشوف في العالم كله. الفنادق اللي هي بيسموها بتبقى 7 ستارز مش 5 ستارز كمان. طبعا تجربه طلعت صفا في الفور سيزون في مصر طبعا يعني هو افضل فنادق موجوده. فاعتقد يعني كانت شركه الاداره بقى هتخش في الحاجات في المجموعه دي كان فور سيزون او غيره او ما يعادله كمستوى اعلاني. هيكون هناك فرق بالتاكيد في جوده الخدمه والعائد بقى اللي هو بيتكلم على مليار دولار دلوقتي بيخشوا. لا انا بتكلم على مليارات الدولارات اللي هتخش من الليالي السياحيه على مدار السنوات القادمه.